طب الدولة ازاي السؤال ده يا جماعة؟ ايه ايه؟ ولا حاجة خالص. ايه؟ هو سؤال، سرك مش في بير، سؤال فيه سر من أسرارك. ممكن يكون صح ممكن يكون غلط، عايزة تردي تقولي انت السؤال، مش عايزة تجاوبي حطي كده. ماشي ماشي. بتحطوني في مواقف يا جماعة أنا تعبت. أنا مش هرد على الكلام ده، وأنا من الصبح عمالة أدافع عن نفسي وعمالة أقولك اللي حصل وما حصل إزاي وما حصلش إزاي وكده، بس إنك يعني تديني سؤال زي ده، وأكيد أنتي عارفة إن الكلام ده مش حقيقي، فإنك تديني السؤال ده يعني بجد أنتي جرحتيني، وأنا زعلانة إن أنا جيت البرنامج ده. ممكن امشي؟ طب ممكن تؤكدي او تنفي هذا؟ او لا، كلمه واحده. الاثنين غلط حقيقي، الاثنين غلط، لا انا عندي ده ولا عندي ده. وانا هصدق، ما تزعليش، هقفل الحلقه. ماشي.